حدود مهران. طبعا توقعنا اليوم من راح نجي للحدود، مجرد ما ندخل حدودنا راح نشوف جيوش من اللجان الطبية وكلها منتظرة الفحص ولجنة ورا لجنة، لأن بعد الضجة اللي شفناها بالفيس والوزارة وزير الداخلية وزير الصحة. على العموم بعد ما وصلنا هاي النتيجة، الجانب الإيراني فحصك خلال 5 ثواني والجانب العراقي الجهاز عاطل. شوفوا الجهاز عاطل وجاي يعلسون بالبطاريات، بلكت الله تشتغل. اكو هيك مهزلة بعد. بالمناسبة اكو حملة هسه، هي ماكو هاي اللي لازم سرعة، هاي كلها جاي الحملة من قم، وانتم شوفوا بعد شلون، شوفوا السرعة، شوفوا الوضعية شلونها. اليوم السبت هاي الصبح هسه مهران